الثاني سيد ضياء داخل منطقة الجزاء، ضاعت على البحر، ضاعت على سامي الحسيني، علم عراقنا الحبيب وجماهير العراقية و نجم الكويت في هذه البطولة عنده 13 مباراة، فاز في 6، عادل في 3 وخسر 4. انطلاقة من هناك احمد عبد الله، خطيرة للبحرين، جميل والراسية وجول للبحرين اسماعيل عبد اللطيف. يا لطيف هدف اول للبحرين عن طريق اسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للبحرين. هدف اول لاسماعيل بهدف جميل، وهذا الهدف ببطولة، هذا الهدف يصل للبحرين الى النهائي. لحظة كمين الاسود واسماعيل، ما يكذب خبر هذه المرة، عوض الفرص اللي اضاعها، وبالتالي اسماعيل عبد اللطيف قد يصل للبحرين الى نهائي البطولة لاول مرة. انطلاق الان سامي حسيني، خطيرة ربما الثاني، قطع للكرة، خطيرة سامي الحسيني، الله يا سامي الحسيني يتلاعب بالدفاعات الكويتية، كان ممكن الثاني، لكن سليمان عبد الغفور شوف الانطلاقة، والله الحربي حمد راح بيها، لكن في ثلاث مباريات لغاية الآن فوز على الأردن، يا حمد الدوسري كان ممكن يسوي مشكلة للبحرين. فوز على الأردن بهدف، تعادل مع المنتخب السعودي، ولغاية الآن التقدم على الكويت. دقيقة صعبة، دقيقة حرجة على الكويت والبحرين، ركنية أخرى للكويت، الكويت يريد أن يعدل، لحظات صعبة حتى الحارس، وخطيرة داخل منطقة الجزاء، الخطورة الآن الضفيري داخل منطقة الجزاء، والحارس الكويتي اعتقد خلصت المباراة، لا خلصت المباراة، والبحرين الطرف الأول في المباراة النهائية إن شاء الله، يعني يقصد مباريات تصفيات كأس العالم. شكرا للأشقاء البحرينيين، صافرة الدولي واثق محمد تنهي اللقاء.